اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزويري. ازيك يا استاذ جمال؟ شرفنا ونورنا، ويعني دايما سعداء بوجودك. دايما بكون سعيد وانا معاك. بتكتب كنت بتقطع فيا برضو انت زمان. لا بس كنت بحبك والله. والله؟ اه والله، وبحب لعبك. ودلوقتي بتقطع في لا على فكره ده لا يفسد للود قضيه. طبعا طبعا. يعني طبعا. المهم يبقى فيه اللي احنا دايما بنسعى ليه، نقد محترم. طبعا طبعا. يعني طبعا. ده مهم جدا يعني. خليني بس الاول ارحب بصديقنا العزيز، ما تشوفوش غير كل سنه مره يعني، الاستاذ اسامه السويس. ازيك يا استاذ اسامه؟ حبيبك يا شرف ومنور وسعداء بوجودك معانا النهارده. يعني في الاجازه، انت اجازه قد ايه؟ انا اجازه شهر وشويه. طب حلو جدا، تطلع معانا مرتين ثلاثه بقى. اتشرف طبعا. اولا انا ببقى في قمه سعادتي ان انا ببقى موجود في قناه الاهلي، لان قناه الاهلي مش البرنامج بس، اسمه البيت طبعًا. الكبير، لان طبعًا. هي بيتنا الكبير طبعا. فبيتنا الكبير دي يعني الواحد بيبقى سعيد جدا بالتواصل معاكم، وسعيد جدا بالوجود مع حضرتك، وكمان مع استاذي استاذ جمال الزهيري. طبعا استاذنا كلنا الاستاذ جمال الزهيري طبعا طبعا طبعا. اسامه ده عشره عمر برضو. والله مش باين ان هو يعني في الاخبار. لا ما يغركش كده، هو بس بيبقى ايه، سفيف كده شويه، بس هو قديم محافظ على اللياقه. قديم ما احنا عشان. برضه هو الحمد لله نقدر نلعب طبعا يعني. ربنا يديك الصحه. طيب خلينا نبدا يا استاذ جمال، هبدا بحضرتك طبعا. طبعا. اولا يعني رؤيتك لمباراه الجونه، وكيف ترى هذه المباراه الصعبه جدا في ظل ان احنا سامعين اخبار ان من الممكن جدا ان يكون الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي الجونه اخر مباراه ليه هتكون في هذه المباراه، وهيمسك الكابتن طلعت يوسف. هل ده يكون يعني، ودي اول مباراه في الدوري خلي بالك لسواريز برضو، هل ده ممكن يكون عامل ايجابي ولا سلبي بالنسبه للجونه اذا صح هذا الكلام؟ هي اولا المباريات القادمه للنادي الاهلي كلها خلاص بقت كلها مباريات كؤوس. يعني احنا عندنا في شهر يوليو بس عدد من المباريات اعتقد ان هي فاصله ومهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في سباقين بقى، الدوري وكاس مصر القديم والبايت. كاس مصر البايت واخد بالك. فدول مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وبدايتهم هتكون مباراه الجونه ان شاء الله، وخاصه بعد تعثر الاهلي في اخر مبارياته في الدوري. دي برضو كان لها تاثير سلبي على موقف الفريق في المنافسه. مش ان هي المنافسه ضاعت، عشان برضو نبقى واضحين. لا، انه النادي الاهلي دلوقتي اصبح امام حقيقه انه لابد ان يفوز بكل مبارياته القادمه. وبرضه ده مش صعب على النادي الاهلي على فكره، لانه النادي الاهلي متعود طول عمره على مثل هذه الزنقات. يعني زنقه المباريات طبعا. لان هو الاهلي على طول هو بيتاجل له ماتشات، لان هو مشارك في افريقيا اضافه للظروف اللي مر بيها السنه دي، فالتحديات كبيره جدا. وزي ما حضرتك قلت انه وجود ريكاردو سواريش كأول مباراة له في الدوري هتكون مباراة مهمة جدا. وهو جاي برضو في ظروف كلنا عارفينها، غيابات وإصابات وحاجات كتيرة جدا. مزبوط. لكن أعتقد أنه هو قادر على أنه هو يعمل عملية الـ 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 التبديل بين اللاعبين واخد بالك، يعني أنه هو يريح بعض اللعيبة، ده ضروري جدا. والقايمه كلها بتاع النادي الاهلي قادره على انها تحل محل اللعيبه المجاهدين او المصابين او الموقوفين. يعني اقصد انت داخل في مرحله دلوقتي هي مرحله صعبه، بس اعتقد النادي الاهلي قادر على انه يعدي منها. ما هيش طبعا ما هيش صعبه، هي فعلا مش مستحيله، ممكن تكون صعبه، لكن اكيد لعيبه النادي الاهلي اتعلموا خلال الفتره اللي فاتت انه ما يضيعوش ولا نقطه في المباريات القادمه. استاذ اسامه قبل ما ادخل في موضوع الاهلي والدوري والكلام دوت، انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه، لان امبارح تابعت حلقه ميشيل يانكون واليسا. فلسوء حظنا ان انا واستاذ جمال ان احنا جايين بعد اتنين يعني من عشاق النادي الاهلي. بصراحه التلاقي الاستاذ والدكتور عمرو محب كمان. رد فعل يعني، هي كانت حلقه محبي الاهلي يعني. بالظبط كده فعلا. ال يعني انا وانا جاي بقول يا رب الناس هترضى تتفرج علينا. لا طبعا بعد ما شافوا ميشيل يانكون وحبه وليسا وحبها وبتشجع وبتقول لها من ثالثه شمال. بص اللي انا عايز اطلع بيه من الموضوع ده، ان النادي الاهلي وعلاقته بالاجانب، علاقه النادي الاهلي بالاجانب
علاقة يسودها الود والاحترام. الله طبعا. بالدليل مفيش مدرب ولا لعيب مشي من النادي الأهلي إلا ومازال مرتبط بيه. صح. مظبوط. ولو حضرتك تاخد بالك إن أنتوا عندكم هنا في قناة الأهلي لما بتيجي تقول لأي مدرب مر على تاريخ الأهلي تعالى عايزك بيجي لك وفورا وبيقول كلام شاعر في النادي الأهلي. مظبوط. فده حاجة المفروض الأهلوية يعرفوا إن ده فاليو قوي للنادي الأهلي. قيمة كبيرة للنادي الأهلي. ما عندناش مدرب مشي من الملعب على المطار. ما عندناش مدرب مشي غضبان. لا أو راح السفارة. ما عندناش مدرب. صح. ليه عندنا فلوس. ما عندناش مدرب. يا سيدي الفاضل علشان بس إيه ما طولش في الموضوع ده. بيتسو موسيماني آخر مدير فني. أنا حاضر المؤتمر الصحفي بتاع تقديم ريكاردو سواريش. أول كلمة بتتقال بسم الله الرحمن الرحيم. شوف. بنشكر بيتسو موسيماني. بنشكر ميشيل يانكم. بنشكر سامي. بنشكر عمرو. بنشكر شرف. قبل ما نبدأ صفحة جديدة مع المدرب التاني. دي قمة الاحتراف والاحترام. مظبوط. اللي للأسف الشديد بعض الناس وبعض الزملاء الإعلاميين يا كابتن إسلام قال لك علاقة موسيماني مع الأهلي علاقة توكسيك. يعني علاقة مسمومة. ليه بقى يا سيدي؟ لأنه إزاي بعد ما الراجل خلاص علاقته انتهت مع النادي الأهلي هيطلع في قناة النادي الأهلي وفي موقع النادي الأهلي يتكلم؟ ايه المشكلة؟ بالعكس دي حاجة جميلة يا أخي. بالعكس ده بالعكس دي حاجة قمة قمة الاحترافية وقمة. طب أنا أقول لحضرتك على حاجة كابتن إسلام. حضرتك واحد من اللعيب لما خلصت مشوارك مع النادي الأهلي وكملت مع حرس حدود صح؟ مظبوط. كان ليك مكافأة دوري. طبعا عادي. اتصلوا بيك قالوا لك تعالى خد فلوسك. طبيعي يعني. في لعيبه مشيت من النادي الاهلي راحت نادي الزمالك مش مصدقين ان النادي الاهلي بيقول لهم تعالوا خدوا فلوس مكافاه الدوري. فلا ده طبيعي. انا عايز بس علشان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي يعني. ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. عشان في منظومه. عشان في منظومه عمل يعني. ما اصل الموضوع ايه؟ ان الفلوس طلعت خلاص يا جماعه. ده حقك. حضرتك اشتغلت بيهم للنادي الاهلي وبالتالي او لعبت بيهم للنادي الاهلي وعملت بيهم عرق في النادي الاهلي وبالتالي تستحق هذه الاموال. علشان كده ده احد اسرار نجاح النادي الاهلي. مزبوط. انه النادي الاهلي بيتعامل مع الكل باحترام وباحترافيه عاليه الجوده. لكن لو هنيجي نتكلم على مباريات الدوري الاهلي عنده فرصه كبيره جدا انه ياخد بطوله الدوري السنه دي بس بشرط واحد. اتفضل. بشرط واحد ان تتوفر العداله سواء في غرفه الفار او في الصفاره. لان السنه دي ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. للأسف الشديد اللي احنا عانينا منه السنة اللي فاتت هو بالظبط واللي شفناه مع حكام الأستاذ وجيه أحمد للأسف أحمد. للأسف الشديد شايفينه مع الكابتن عصام عبد الفتاح وللأسف الشديد جايبين خبير اسمه مارك كلاتنبرج ما عندوش أي نجاح كخبير في التجربتين اللي خدهم قبل كده. أوكي. طب بأمارة إيه أنت جايبه؟ طيب المشكله كابتن اسلام انت فاكر يعني مع حضرتك في الحلقه بتاعه السنه اللي فاتت لما قلنا وعدينا النقط اللي وقعت من الاهلي بسبب اخطاء كارثيه للحكام وبشهاده كل خبراء التحكيم. مزبوط. انا ما بجيبش كلام من عندي. السنه دي نفس الشيء. اوكي. سبع نقط الاهلي فقدهم السنه دي بسبب اخطاء كارثيه للحكام وللفار. للحكام وللفار. ماتش المصري، ماتش طلع الجيش، ماتش سيراميكا، ماتش البنك الاهلي. تمام. كل دي ماتشات خاصه عايز اقول ماتش سموحه كمان لان كره اليو ديانجي دي تستحق الطرد. تستحق الطرد اللي هو اتقال. انا ما اعرفش اتقال يعني ان هو لا. بص يا كابتن اسلام في القانون انا بقى بحب القانون. اتفضل اتفضل. انا القانون بقى ايه بحب وبطلع على التفصيلات وبطلع. في فرق ما بين استخدام في ادوات في كره القدم اسمها العنف الزائد. اوكي. الادوات دي اللي هي المرفق وما اسموش الكوع. ده اسمه المرفق. ده الكوع اللي هو ده لو ضربت حد كده بالكوع، لو ضربت حد بركبتك، ولو ضربت حد بالاسترزات الحذاء. تمام. دي في قانون كره القدم اسمها عنف زائد يستحق بطاقه حمراء. الراجل في اول دقيقتين طالع بالمرفق مش بالساعد. الساعد معروف ان هو كارت اصفر، لكن المرفق كارت احمر. ده راح المرفق هو اللي دخل في ايوه. وبعدين ما هو ركله جزاء بتاعت محمد شريف. اوكي. ورائك يعني فيها التهور وفيها الاهمال وعدم مراعاه المنافس. على الاقل كنت تعادلت في هذه المباراه. اقل حاجه ده اقل حاجه. دي بقى انا بتكلم ان المباراه دي تنضم لبقيه المباريات يا استاذ. هو اللي زعلني بقى يا كابتن اسلام. فضل. مع كامل احترامي للاستاذ الكابتن احمد الشناوي انا بحبه. كابتن احمد الشناوي في اون سبورت. انا بحبه وبحترمه. ولكن في مباراه زي دي لما يكون ابني موجود على الفار ما ينفعش اطلع اتكلم. اعتذر ليه كمان؟ لانه في خبير تاني.
اوكي كابتن سمير عثمان ارفع عن نفسي الحرج صح ارفع عن نفسي الحرج بدليل انه قال لك المدافع بتاع سموحه ما لمس محمد شريف امال احنا شايفين ايه يا كابتن احمد شناوي لا احنا شايفين لمس وليه تهور واهمال واضحه جدا فيها كل حاجه واضحه جدا فيها كل حاجه اللي هي وقلنا على فكره هنا داخل قناه النادي الاهلي يا استاذ جمال قلنا ايه ان ركله الجزاء اللي رجع فيها هي ليست ركله شوف يا كابتن هو الاخطاء التحكيميه فعلا مؤثره على مسيره النادي الاهلي طبعا سواء هذا الموسم او الموسم الماضي بس انا برضو ليا وجهه نظر مع الاعتراف بكل هذا الكلام طبعا لكن انا بقول ان احنا يجب ان نتعامل في المرحله القادمه على هذا الاساس لا ما معلش يا استاذ يعني بمعنى ايه يا كابتن بمعنى انه نحاول بقدر انت عندك امكانيات اكبر من انك تبقى ضحيه للتحكيم انا فاهم الاستاذ جمال يقصد انت فاهم قصدي انا فاهم الاستاذ جمال يقصد يقصد ان انت ما تديش فرصه خلي هات جول اثنين وثلاثه انا دلوقتي طب خليني طب ممكن احط ارفع ايدي طبعا هو دلوقتي في المباراه السابقه اليو ديانج لما اتضرب ضرب في دقيقه كام يا استاذ سامح ما لحقتش يعني افرض اي حاجه لا الاخطاء انا اقصد ان انا لو سموحه بيلعب على فكره ما هو ممكن سموحه يلعب 10 وانا العب 11 واتغلب وركله الجزاء ما كانت النتيجه 1-0 مظبوط طبعا ما ركله الجزاء شريف النتيجه كانت 1-0 يعني لو اتحسبت هيبقى 1-1 وضع مختلف بتغير النتيجه وبتغير مسار الاخطر يا استاذ جمال في الاخطر في ايه ان البعض يقول لك ايه ما تعلقوش شماعتكم على التحكيم الفرقه وحشه يا سيدي انا مش انا وحش اديني حق انا مش طالب اكتر من العداله لا على فكره انا ممكن اخد عدالتي واتغلب بس ما هو هضرب لك العظيم سلام الاول تديني حق بس هضرب لك بعد كده سيبني انا بقى خاصه ان العكس بيحصل مع المنافس مع المنافس بيستفيد من اخطاء لمصلحته مظبوط ما هي دي الكارثه دي الكارثه طب انت عارف ان الكابتن عصام عبد الفتاح لما اتسال كخبير بيلقي محاضرات على الحكام التوانسة السنة اللي فاتت وسألوه في المحاضرة قالوا له يا كابتن احنا عايزين نطبق الفار وتجربة الفار في مصر عاملة ازاي قال لهم للأسف الفار في مصر ساهم في توجيه الدوري فلما لما طلعت المعلومة دي من زمان دي السنة اللي فاتت لما طلعت المعلومة من الغرفة تمام قال لك انا ما قلتش تصريحات ما حدش قال لك قلت تصريحات ده اتقال ان انت قلت للحكام الكلام ده تمام المحاضره الاخيره قال لهم عيب يا جماعه ان الكلام اللي نقوله يطلع للاعلام فده اعتراف تمام فالمفروض ان حضرتك يا كابتن عصام لما تيجي وانت عندك قناعه ان في كوارث وفي اخطاء انك انت تشتغل عليها ايه المشكله لكن لا ده نطلع دافع عن كل حاجه اقول روح البروتوكول لكن اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام انا سالت واحد في الفيفا على كلمه روح البروتوكول قال لي مفيش حاجه ضحك طبعا ولا احنا عليهم ايام ولا الاحتواء ايوه ده كلام ولا الاحتواء الكارثه بقى ان حكم الاحتواء جاي بكره الاهلي والجون لا دي قصه تانية دي القصه دي بالنسبه لي انا روح البروتوكول دي احنا اتكلمنا عليها لو تفتكر يا كابتن هذا من زمان كذا مره وقلنا انه يعني الفار معمول عشان ما يبقاش فيه روح الفار ده بيصلح الاخطاء مزبوط. اللي موجوده مزبوط. ما يبقاش كمان هو له بروحين هو ما ينفعش برضه هو انا اقبل منك ان انت تدافع عن حكامك بس ما تطلعش تقول حاجات جديده علينا وتقول حاجات جديده بلاش ده انا ليه يا فندم اتابع ادافع في حاجه غلط معلش بعد اذنك انا ليه ادافع في حاجه غلط ما هي لو حاجه غلط ما تتكلمش ما اتكلمش خالص مش هقول لك هو يعيبه كابتن عصام ان هو كان كثير التصريحات ومع الحكام مخطئين او مصيبين وده غلط انت ما تعلقش خالص ما هو ده يعني طبيعي يعني وضع طبيعي انت كرئيس لجنه ما تتكلمش في المواضيع اصلا اذا كنتوا مانعين الحكام لا 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 يتكلموا. لا ده انا السنه دي طلع لي مصطلح الاحتواء مش موجود طبعا مفيش حاجه اسمها احتواء طبعا طلع لي روح البروتوكول طلع لي اختلاف الخبراء رحمه اختلاف الخبراء رحمه ايه اختلاف ايوه بقى ما هي زي روح البروتوكول برضه لا كلام أيوة كتير جدا احنا قاعدين ده اسمه منفذ للخطا يعني للأسف. تبرير للاخطاء اسمه إن انا لما الاقي حاجه عندي غلط هقول ما اصل ده روح لا ما بيقول لك اختلاف الخبراء رحمه ازاي يعني ايه يعني لما يطلعوا كل واحد يقول راي يبقى ايه اللي صح ما هو لازم برضو التحكيم يا فندم التحكيم يوم ما اتعمل الفار ده اتعمل عشان يقضي على كل الاخطاء
اللي بتحصل. الفار ليه زودش لا هو بيوقف لك اللعب ويخليك تروح تشوف زيك زي اي واحد بيتفرج من المحللين اللي هما بيختلفوا اختلافهم رحمه دول. بيوقف لك اللقطه وتعدها خمس دقائق تقعد تتفرج عليها. لا انت عارف من ضمن بروتوكول الفار من ضمن بروتوكول الفار ان ما عنديش مشكله في الوقت. بيقول كده بند من بنود بروتوكول. خد وقتك يعني. خد وقتك بشرط انك توصل لادق قرار. طبعا يعني ما عنديش مشكله انك انت تراجع اللعبه خمس دقائق بس راجعها بامانه وضمير. يراجعها خمس دقائق وياخدوا القرار الخطا برضو. ما دي الكارثه. ما دي كارثه. ما هو انت بعد ما تراجع طبيعي الحكم اللي جه ادار مباراه القمه ما استخدمش الفار كتير. لا لجأ للفار بس في السماعه. السماعه أيوة. بس ما راحش بس ليه؟ لانه كان مؤيدين يعني ليه. ماشي كان مؤيدين لقراراته. إيه؟ لا وقف المباراه ولا لا ما هو ولا الكلام ده خلاص. ده التطور بيتعامل مع الفار بالشكل الصحيح. ده التطور الطبيعي اللي هو بالزبط. تطوير المنظومه التحكيميه. لكن احنا في مصر ما بنطورش المنظومه التحكيميه. احنا بندافع وبنبرر على اخطاء الحكام وما بنطورش. صح. وهي تتواكب على فكره مع المنظومه التحكيميه الافريقيه. ده احنا عندنا قاره افريقيا الطويله العريضه دي فيها ثلاث حكام. جوميز فيكتور جوميز ومصطفى غربال ورضوان جيد. الباقيين بقى حدث ولا حرج. طبعا سيكازو وبوندو وجسامه ونداي وندالا وبملكت سيما. يعني شله هي شله. ايوه شله صح. طيب نرجع تاني للجونه والغردقه والماتشات اللي خلينا في الحاجات خلينا في هل تفتكر برضو يا استاذ جمال ان هناك البعض بيحاول ان يقيم سواريش خلال هذه الايام خلال هذه المباريات؟ لا صعب قوي. صعب. وبعدين لا ده في بقى الانكت من كده ان في ناس هجمته من البدايه قبل ما ده من قبل ما يجي قبل ما ينزل كمان ده قبل ما يجي القرار. يعني قبل ما ينزل يلعب اول مباراه ولا وهو ايه وماسك ورقه يا سيدي. ما كل واحد حر. كل واحد حر في طريقه شغله. انت يعني ايه رغم لم ياخد ايه اللي شغلك انت ايه اللي شغلك في انه هو الناس قاعدين له بالورقه والقلم يعني يعني مركزين. ما بقاله كام دقيقة؟ ما فيش. هو بقاله كام دقيقة؟ بقاله كام ساعة دلوقتي؟ مش هو 90 دقيقة. بقاله كام ساعة في القاهرة؟ 90 دقيقة اللي هو أقاد فيهم المباراة. نعم. ما فيش أكتر من كده. فالحكم عليه حكم ظالم 100%. بس اللي أنا عايز برضو أكده يا كابتن إسلام إنه في النادي الأهلي المنظومة ككل ما بتعتمدش على السي في بتاع المدرب لوحده ولا مستواه لوحده. صح ولا غلط؟ مليون في المية. ليه؟ لأنه لو أنت هتعتمد على عنصر واحد اللي هو عنصر المدرب ما كنتش هتاخد البطولات دي كلها. التاريخ بيقول كده يا أستاذ. أيوة ما هو أنت يعني أقصد إيه؟ يعني أنا مش هقول إن النادي الأهلي هياخد البطولات لأن جالنا المدرب اللي اسمه فلان الفلاني زي ما جه بيتسو موسيماني. هل ننكر إن هو راجل مجتهد أو مشي؟ هل ان هو راجل مجتهد وعمل اللي عليه وحاول. لكن ده مش معناه ان هو لوحده اللي صنع كل البطولات. لا طبعا معاه اللعيبه معاه الاداره برضو اداره النادي اللي هي مدياله صلاحياته الكامله في ان هو يتصرف ويعمل اللي هو عايزه. والحساب بيبقى في الاخر ما بيبقاش بالقطعة في طبعًا. النادي الاهلي طبعا كما يعلم الناس. يعني هو نضيف على كلام الاستاذ جمال يا كابتن اسلام انه اي مدرب بيتولى تدريب فريق ومعاه فتره اعداد بنقول علشان تحكم على شكل الفريق او بصمته محتاج 6-7 مباريات. ده في الوضع الطبيعي. ده لو عنده لو عنده فترة اعداد فما بالك ده جاي هو جاي على الشغل. على فكره هو وصل الاربع صح؟ لعب السبت اتمرن الخميس وقدموه الجمعه ولعب السبت. بالظبط. طيب انت عارف بقى اول حاجه مجرد ما اسمه اتطرح عنده السي في ضعيف مدرب تعبان. لا ماشي لا معتاد يعني ما كل حاجه مردود عليها يا كابتن اسلام معلش طبعا. وارد من خلال النادي الاهلي. يعني انا جبت مارتن يول سي في عالي. حصل ايه بالظبط؟ جبت جوزيبي زيرو سي في عالي. حصل ايه؟ مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي اهو الساحر العبقري الاسطوره اللي واحد من اعظم مدربين النادي الاهلي. قبل ما يجي النادي الاهلي ما عندوش سي في خالص. ما كانش يعني اللي هو ملمع حتى يعني. حتى بيتسو اللي في 20 شهر عامل بطولات وانجازات وارقام ما حققهاش مانويل في الفتره دي قبل كده واخد دوري ابطال افريقيا مع سان داونز. يعني مش السي في الواو.
يعني مش السي في الواو. فالمدرب انا جايب مدرب انا بقى انا شغال مثلا الناس اللي موجوده في الاداره كابتن خطيب ومعاه شركه الكوره ومعاه حسام غالي ومعاه لجنه التخطيط لم شايفين بيحطوا معايير وبيختاروا على هذا الاساس عايز ايه. انا شايف ان كان الكفه راحت لمدرب عنده طموح عايز يعمل سي في مع النادي الاهلي وده الارجح. نعم. في ده الموضوع كان اساس برضو لو تفتكر يا كابتن اسلام ريني فايلر على فايلر وفايلر فايلر كان اساس فايلر اختياره صح كان ايامها موجود كابتن طاز هي بقى وقالوا من ضمن اللجنه قالت جوع يعني جعان عايز جعان وهو راجل طموح وعنده رغبه في انه يحقق بطولات لكن احنا بقى من اول زي ما قال الاستاذ جمال من اول 90 دقيقه والناس بدات تركز وبعدين للاسف الشديد لازم الاهلاويه يا اهلاويه خدوا بالكم يا اهلاويه خدوا بالكم الراجل من اول 90 دقيقه بيتقال لك ايه الحق ده بيبوس اللعيبه كلها طب انت مالك سيدي ما يعمل اللي هو عايزه ده الحق ده راح للعيب بتاع بتروجيت وقال له ده مش شغل مش احتراف ممكن مش ممكن ايه يا جماعه في ايه هو عارف ان فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قال على ايبوكا ايه قال على ايبوكا عالمي عالمي وهايل ورائع وكويس تي 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 وانشيلوتي قال لك ايه ساعتها قال لك الله يا سلام على الاوروبيين يا سلام على انشيلوتي لما بعد الماتش راح خد التيشيرت بتاع صلاح وقعد ماسك صلاح ايه في ايه ده هنا حلال وهنا حرام لا وفي نقطه كمان برضه يا اسامه اللي هي جزئيه ان النادي الاهلي اولا عمل عمليه اختيار المدرب في وقت انا بعتبره وقت قياسي وبهدوء من غير ما يبقى طبعاً. فيه اي ضجه يعني اذا اهم برضه ما في الموضوع ان انت استقريت على مدرب ليه لان المنظومه أيوة. شغاله صح ايوه استقريت على في مدرب في بلان بي في بلان سي وعارف ان مثلا علاقتي مع بيتسو ممكن تنتهي استقريت على بيتسو موسيماني وكان مفاجئ هذا القرار للجميع إن مغامره ازاي النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني افريقي صحيح ومع ذلك الاختيار سيبك من بعض الاخطاء او بعض الملاحظات على بيتسو موسيماني انما نقدر نقول انه نجح باهر نجح باهر طبعا صحيح الدوري خسره ده له ظروف معينه لكن انا بتكلم على المحصله بتاعته لا ناجح طبعا وبعدين الناس كان يقول لك ايه هو انتم يعني هم الناس مستعجله قوي ان موسيماني يمشي يا جماعه ما هو اي مدرب لازم فتره وهيمشي يعني مش قصه يا اسامه ان هو هيجي يقعد في النادي الاهلي لغايه ما يبطل صح. تدريب مزبوط. يعني هو ماشي بس ايه انت بتشوف هو حقق ايه خلال فتره زمنيه صحيح. وده نجاح في حد ذاته وان شاء الله انا بتوقع انه ريكاردو ان شاء الله هيحقق مع النادي الاهلي بطولات اولها قريب انا عايز اسالكم برضو على موضوع السوبر الافريقي ايه رايك يا استاذ اسامه يا استاذ جمال في هذا الامر السوبر بالنسبه للسوبر الافريقي اولا احنا كقاره افريقيه مش مؤهلين لتنظيم حاجه اسمها السوبر الافريقي بس خلي بالك ارقامه كبيره جدا بتتكلم في 100 مليون دولار هو هل مليار جنيه اكتر من مليار هل انت وطمين. هل انت البطوله بتاعتك بتديرها صح اساسا اللي موجوده دلوقتي هنا في مصر لا البطوله الدوري دوري الابطال نفسه بتديره صح ده انت اخر بطوله عندك مشاكل قد كده بس رجعوا تاني الماتش وعمال ترجع وعمال تعمل وعمال تتحيز وعمال يعني اولا الاتحاد الافريقي متاخر جدا في كل حاجه عن بقيه الاتحادات بما فيها الاتحاد الاسيوي اللي هو جاره اللي المفروض الاتحاد الاسيوي خد خطوات سبق اوسع بكتير ده دلوقتي انت عارف اصلا عشان تشترك في دوري ابطال اسيا من 10 سنين لازم تبقى مطبق الاحتراف لازم تبقى عندك معايير المحترفين عندك معايير لكل نادي علشان ياخد الرخصه في معايير واسس اوكي في معايير واسس لكن انت هنا في افريقيا مفيش الكلام ده انت هنا في افريقيا في ناس بتاخد الرخصه وهي عليها ديون عادي جدا إيه هو مشكلة. يجب على الاتحاد الافريقي ان هو برضو نقطه مهمه احنا كنا دايما بنضرب المثل بان الاتحاد الافريقي في فتره معينه رغم العيوب اللي كان موجود فيها الاتحاد الافريقي ايام عيسى حياته ما اللي يشوف مش عارف شعر ايه مين يبقى ايه يعني يقول الله يرحمك يا امه اللي يشوف مراته يقول لك الله يرحمك يا امه اللي هو ايه انت بعد ما شفت الناس اللي جم اشتغلوا لا ده عيسى حياته بقى بالاجهزه اللي كانت موجوده معاه في الاتحاد الافريقي لا كانوا شغالين بشكل علمي جدا طبعا مواعيد منتظمه ما كانش فيه
أي مشاكل في الكرة. كانت الناس تقول لك بص على مواعيد الاتحاد الأفريقي. أيوة والله. النهاردة أنت مثلا الحملة القوية اللي قادها النادي الأهلي ها ضد موضوع مباراة الذهاب مباراة واحدة وفي ملعب مش محايد أي جابت نتيجة مباشرة. فأنا وجهة نظري أن الاتحاد الأفريقي يعيد مرة أخرى تقييم فكرة بطولة اللي هي السوبر دي. السوبر الأفريقي يعني يشوفها هل هي فعلا هتتناسب مع ظروف القارة. لا فيها منتهى الظلم يا أستاذ جمال. لما تيجي تقول لي أن المغرب والجزائر وتونس ومصر يلعبوا في مجموعة واحدة غريبة صعبة. انت ليه لا صعبة. غريبة جدا يعني. وبعدين الناحية التانية الفرق اللي في جنوب أفريقيا تلعب مع ليسوتو صح تبقى على جغرافية. لا جغرافيا مش منطقي. جغرافيا الاتحاد الأسيوي عشان قارة كبيرة ومترامية الأطراف عمل إيه؟ عمل شرق وغرب. بس في النهاية واحد بيطلع من هنا واحد بيطلع من هنا بيلعبوا بعض في النهاية. يعني ده منطقي. ده اللي هيتم. بس ده في نوع قصدك انفير يعني. لا انفير لان انت اصلا مستويات المستويات متفاوته. لا وغير كده يا استاذ اسامه انت دلوقتي لما تيجي تبص على دوري ابطال افريقيا في اخر 20 سنه كم فريق من شمال افريقيا خده؟ كتير طبعا. من ال 20% يعني انا ما اعرفش في الغالب بيعدي 70 80 90%. ايوه طبعا. فانت ازاي يعني ازاي تحط معظم الفرق اللي بتلعب مع بعض او بتاخد البطوله تلعبوا مع بعض؟ اعتقد ان هي يجب ان يتم اعاده التشكيل. انا بقول كده لو في لجنه فنيه في الاتحاد الافريقي لجنه فنيه بجد يعني تدرس هذا الكلام او يتم تشكيل لجنه يعني ممثله لكل الدول المتقدمه كرويا يشوفوا اللي يحصل ايه. للاسف استاذ جمال للاسف هي الحسبه حسبه فلوس. مش فلوس كمان بس يا كابتن اسلام كمان حسبه تربطات وانتخابات واصوات واصوات وان انا عايز ارضي الناس دي وان انا عايز ارضي الفرانكفون وان انا عايز ارضي دول. ايوه عشان كده بنقول فنيا انت النهارده مش هتقيم البطولات بتاعتك تمام على اساس انتخابي صح. انت لو عملتها على اساس انتخابي هتولع في الدنيا. اول حاجه عشان الاتحاد الافريقي يطور مسابقاته طور الحكام بتوعه بالظبط يطبق الفار من بدري. انت الفار بنشوفه في دور يا استاذ اسامه في فرق بتلعب الساعه 3 الظهر لسه في فرق بتلعب الساعه 3 الظهر صن داونز يعني غلاسة اسمها يعني يعني ما تزعلش مني سخافه فعلا بيغلس على الفرقه اللي جايه له من القاهره من مصر مثلا ولا من جزائر ولا يقول لك لا هلعب الدور الساعه 3 الظهر في رمضان هو ينفع فللاسف لا وتطوير المنظومه لا البس يعني البس طيب اللي كانوا بقى الكاميرا جايبه السقف على طول اللي كانوا بيهاجموا برضو النادي الاهلي عشان معترض على اقامه النهائي من مباراه واحده النهارده ما بيتكلموش ليه بعد ما الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي خد القرار اللي هو العادل مش الاتحاد الافريقي بيقلد الاتحاد الاوروبي في موضوع المباراه الواحده رجع في النهايه هو الراجل بقى معلش متسبي رئيس الاتحاد الافريقي واضح ان هو بيتقدم له معلومات بيوافق عليها هو مش ما تفهمش ايوه لا هو حتى هو نفسه هو لما مش هو استاذ جمال عشان اقول لحضرتك على حاجه على فكره لما سمع مشكله من الكابتن محمود الخطيب انا عايز اقول حاجه فير يعني قال انا متعاطف مع الكابتن الخطيب ومقدر واشعر باحباطه طيب ما انت تشعر باحباطه برضه وكمان اشعر باحباط كل الجماهير اللي هي بتنجح لك البطوله للاسف الشديد كمان. للاسف الشديد يا استاذ جمال المشكله في ايه المشكله ان الاتحاد الافريقي لجنه انديه ومسابقات بتاخد توصيات تمام وتاخد قرارات بالزبط. وبعدين في النهايه المكتب التنفيذي ممكن يحسم كل الكلام ده كل حاجة. ويغير كل حاجه وده اللي حصل ويرجع تاني. بس هي القضيه في ايه ان متسبي واحد من اغنى اغنياء قاره افريقيا فمحدش يقدر يتكلم على ان هو مش نزيه وهو مش عاوز يعمل لكن حاجه لكن انا عايز اتكلم في جزئيه مهمه فضل. الجزئيه المهمه ان احنا ما نختلفش على نزاهته وما نختلفش ان هو عنده طموح لكن هل متسبي يملك القرار في الكاف؟ من يملك القرار في الكاف؟ اعتقد ان هو ممكن يملك اعتقد ان كل الحاجات اللي حصلت مؤخرا ايوه تدل على حاجه ثانيه بتقول ان عند جيراننا حاجه ثانيه عند جيراننا عند حاجه ثانيه القرار عند جيراننا يعني فواضح ان واضح ان هو مغلوب على امره اقول حاجه هو لو عارف ما هو برضه احيانا رئيس المكان رئيس الاتحاد طالما هو راجل مش مهتم قوي
لارج يعني واخد القرارات كده بشياكة ومش همه الموضوع ممكن تدس لي أفكار غلط. ما هو يا إما هو يقدر بتأثيره لو اهتم شوية، لو هو دخل على مجموعة الناس أعضاء المكتب التنفيذي ممكن يبقى له تأثير. ما هو لازم حد يعني ما هو يشرح المسائل. ما هو احنا المشكلة في إيه يا أستاذ جمال؟ المشكلة في إيه؟ أنت داخل على مكان بيعاني من الفساد بقاله فترة طويلة، زمن طويل، زاد فساد، ده زاد. فأيوه المشكلة بقى في إيه؟ أن أنت علشان تعالج ده محتاج وقت طويل. محتاج وقت وبتبقى صاحب قرارك. مظبوط، صح. فالوقت ده، الوقت ده يعني اتمنى احنا نقولها كخطوه يعني النادي الاهلي ادى دوره كنادي رائد في افريقيا. بالزبط. ادى دوره وقدم مقترحاته لتطوير البطولات. ايوه خلي بالك، تم تلبيه تقريبا معظم البرنامج، ان هو عمل طبعا السوبر الافريقي وزود المكافئات ل100 مليون دولار. تمام، 100 مليون دولار، ورجع لنظام الذهاب والاياب في النهائي. الذهاب والاياب في النهائي دي كانت من ضمن مهمه جدا، مهمه جدا. وطالما انت مش حد مش هتعملها في ملعب محايد وخايف على الإيرادات والإقبال الجماهيري والكلام ده، لا اعملها فير بقى. مباراة عند أسامة ومباراة عندي، يبقى ده هو عمل كده وضع طبيعي. يبقى أنت رجعت للوضع الطبيعي. بس أنا بعتقد بعد ما خسرتني معلش، بس برضو هنا برضو النادي الأهلي كان له دور في إنه هو يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. أوكي. يعني الموقف اللي وقفه. عارف المشكلة فيها يا أستاذ جمال؟ إن ناس كتير من الإخوة الأصدقاء الأعزاء الإعلاميين اللي هم زمايلنا من الوطن العربي يقول لك إزاي الأهلي يشتكي من الظلم؟ إزاي يا سيدي؟ هو أنا أولاً أولاً أنا علشان بس الناس تبقى فاهمة، مشكلتنا كانت مع الكاف، ما كانتش مع الأشقاء خالص. اللي النادي الأهلي كل بيان بيطلعه كان بيقول في البدايه نكون كل الاحترام لكل حلقه نقعد نطلع مع بعض نقول نفس الكلام ومشكلتنا مع الاتحاد الافريقي. طب ما انا عايز اقول لكم حاجه، طب ما تراجعوا التاريخ كده يا جماعه. هتلاقوا ان من 1983 النادي الاهلي هو اكتر نادي في افريقيا اتعرض للظلم، ولو كان في عداله كان النادي الاهلي القابه العشرة كان بقت 15، لان 83 دي احنا خسرناها بخطا من محمد حنظل اللي كانت في كوتوكو، كنا متعادلين 0-0 والجون اللي جه فينا تسلل ايه. وبعدين بقى 94 ولا مره ولا بتاع. وبعدين 94 تعالى 94 لا بيتروس متابيلا. أيوة متابيلا السوبر بتاع الزمالك. بيتروس على فكره بيتروس متابيلا مسجون في جنوب افريقيا بسبب التلاعب في مباريات محليه. بعدين العرجون 2007 والراجل اللي هو وانرامو يد انرامو لامتي طلع بعد جوزيف كده. لامتي طلع بعد كده انه مرتشي واتشطب. فانا بقول لك انا يا سيدي ده لازم يقدم اكتر نادي اتأذى. خلي بالك لازم اي حكم ينزل دلوقتي لازم يوريني الفيش والتشبيه بتاعه. تعمل له كشف هيئه. نعمل له كشف. لا فيش وتشبيه، مفيش كشف هيئه. استاذ جمال استمتعت بيك جدا، استمتعت بيك يا استاذ اسامه، شرفتونا ونورتونا. يعني معلش اللي هي المكالمه اللي في الاول هي طولت شويه، ولكن في النهايه قدرنا نوصل لان احنا في استاذ سعيد علي يعتذر للكابتن حسين الشحات ويعتذر للكابتن امير. اعتقد ان ده شيء جيد طبعا. استاذ جمال برضو معلش بسرعه جدا لو اعرف رايك في هذا الامر، لانه شوف هو انا بشوف ان الاعتذار من شان الكبار. بص يعني طالما الراجل اعتذر وكان حريص على انه يقول مزبوط. ان انا بعتذر عن هذا الامر، وفي نفس الوقت بيقول انا كتبت كتير وحاجات كتير في الموضوع او في المقال. اوكي. إشادة بالنادي الأهلي، بس يمكن يكون أحيانا سرعة العمل والبتاع العنوان صعب 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 يعني. أنا طبعا على طبعا ده شغله، معرفش عليك أستاذنا يعني لا لا شغله، بس أنا هقول لحضرتك هو اختيار الألفاظ مهم جدا. أوكي. ليه؟ لأن أنت ممكن جدا أنا أكون عاوز أنتقد كابتن إسلام الشاطر أرميه بحجر قد كده يجي فيه خلص علي سوري يعني صح. ربنا يديك الصحة والعمر، وممكن اقولها لك بطريقه تانية. ممكن ارمي الحجر بس ما يعني لا يا سيدي كده صح. حاجه صغيره، خلي بالك في كذا 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 هتبقى احسن لو عملت كذا. أيوة. كذا كذا المشكله بقى كابتن اسلام برضو مش عايش، ما اطولش وفي الختام المشكله ان دي مش اول مره للكابتن. ما هو ده اللي احنا بس خلي بالك بس هو طالما برضو ليها منشط كان صارخ. بس خلي بالك طالما ما هو بالظبط كده، طالما الراجل طالما الموضوع دخل في قصه يعني انا بقول انا لو لعبت لا انا بشكركم كمان ان انتوا
اتحت له الفرصه طبعا للراي والراي الاخر. طبعا من حقه دي مهمه. لا دي مهمه يعني. وخلي بالك انا عايز اقول ان الامير هشام هو اللي بدا هذا الامر. اه طبعا نشكر جدا يعني طبعا مش احنا، لكن انا اقصد اقول لك في الاخر احنا منظومه واحده. لا انا بتكلم عليكم كقناه يعني قناه الاهلي. ان هو الموضوع في الاخر ان الراجل اعتذر او قال ان فعلا الموضوع يعني حاد. انا دايما بحب استعمل لفظ اصدقائنا واخواتنا من الصحفيين لان هم دايما بيبقوا يعني دقيق جدا. هو حرق قوي زياده شويه. هو بص يا كابتن يعني لا لا هو بص يا كابتن اسلام، هو انا لو قبلت منك ان انت ممكن تعمل لي مقارنه بارقام حسين من ساعه ما جه للنادي الاهلي او من الموسم ده، كم الفرص اللي ضيعها، كم الفرص اللي صنعها، عدد الاهداف، عدد الدقائق اللي شارك فيها، اوعدك ان هنعمل كده. انا فاكر ان احنا عملنا حاجه قريب كده أيوة لحسين. لكن بس هو عندي اخر كلمه الرساله دي لجمهور الاهلي. طبعا اتفضل. جمهور الاهلي من حقك انتقد زي ما انت عايز. أوكي. لان انت ده دورك، وده دورك انك انت تفوق اللعيب بتاعك. ولكن خليك دون داعم يعني. دون الخروج عن النص، دون الاساءة. ليه؟ لان انت الدرع بتاعه، انت اللي بتحميه. انت اللي المفروض تتصدى علشان محدش يغلط فيه، لانه طالما بيلبس تيشيرت النادي الاهلي يبقى انا واقف وراه. واقف وراه لما يغلط افوقه. لما يكسل اقول له انت مكسل، لما يتخاذل اقول له انت متخاذل. هو ده واجب. فين روح الفلنه الحمراء؟ لكن دون التجاوز، علشان ما يبقاش اللعيب بتاعك مستباح للاخرين. معلش برضو صح كلامك مظبوط، ولكن هل في لعيب ما اعرفش انا يمكن انا عديت بالف عارف، هل في لعيب ممكن يكون بيلعب وشايف نفسه وحش او كويس؟ اكيد طبعا. يعني انا كنت ببقى عارف ان انا النهارده طالع من ماتش وحش. انت اكيد بتبقى خارج عارف يعني. لا انت كلاعب مع بعض ده بركات يقول لي كذا، احمد يقول لي كذا، فلافيو يقول كذا، ابو تريكه. لا 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 كل لاعب بيبقى عارف وهو خارج من الملعب راضي او غير راضي عن هو الفرق يا كابتن اسلام استاذ جمال. الفرق بين الفتره اللي انت كنت بتلعب فيها كابتن اسلام كنت بتسمع الانتقاد بتاعك فين؟ في المدرج. في المدرج. لا المدرج طبعا في ساعتها. ماشي ايوه في ساعتها. ساعتها برافو عليك يا استاذ اسامه. لكن دلوقتي انت بتسمعوا فين؟ سوشيال ميديا. في السوشيال ميديا. كان مين رؤوس حربة في النادي الاهلي زمان؟ اقول لك سريعا جدا. كابتن ايمن شاوي وكابتن محمد رمضان. مظبوط. في مره انا كتبت تحليل لمباراه للاهلي، اتيحت فرصتين او ثلاثه لكابتن ايمن شاوي هو وجون، بس ما جابش جوان. فانا كتبت كده انه اتيحت فرصتين لكابتن ايمن شاوي كذا كذا كذا، ولو كان في حالته الطبيعيه كان جابهم جونين اكيد، بس نظرا لانه راجع من اصابه ما عندوش حساسيه اللعب. عارف مين اللي اتصل بيه ايامها كانت علاقتنا مع كويسه؟ كابتن محمد رمضان. مش كابتن ايمن. ايوه. قال لي انا بشكرك. شوف هو المنافس. قال لي بشكرك على ان انت وانت بتنقده التمست له العذر. يعني انا كان ممكن اقول ايمن شوقي ضيع الاهلي مثلا. مش كده؟ ما كان ممكن اقول كده. فهو قال لي انا بشكرك بس. قلت وانا والله قلت له انا ما عملتش حاجه مجامله، بس ده الاسلوب. دي الطريقه اللي يجب ان احنا او الاسلوب ان احنا بنتعامل. اعتذار الاستاذ سعيد، اعتقد ان هو شيء جيد جدا وبنشكره عليه مره ثانيه. بنشكر طبعا زميلنا امير هشام اللي بدا الكلام في هذا الامر. بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا استاذ اسامه. ان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله بيتي بقى طبعا. ايوه ده مك اربع اسابيع. خلي بالك كل اسبوع معانا مره ان شاء الله. اتشرف. شكرا جزيلا لنقادنا الرياضيين الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ أسامة السويسي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت. كيف يستطيع النادي الأهلي، كيف يستطيع ريكاردو سواريش بكرة إن شاء الله أن يفوز على الجونة من خلال طبعا الناحية التكتيكية والناحية الفنية على شاشة البيت الكبير. بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت.